السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عمرو داغر، والنهاردة بقدم لكم فيديو مهم جدا لكل الناس اللي بتحب المزيكا وعندها الموهبة وعايزة تقدمها للناس. انا بكلمكم النهاردة من كوكو ستوديو برودكشن، مكان بجد هتستفادوا منه جدا لو انت عندك الموهبة دي. وهسيبكم دلوقتي مع مدحت فهمي كو فاوندر لكوكو ستوديو، وهو هيعرفكم بكل التفاصيل. اتمنى لكم حلقة ممتعة. انا مدحت فهمي كو فاوندر اند بروديوسر شركة كوكو برودكشن للإنتاج الفني. والله الفكرة جت من الطفولة، يعني أنا كنت في بيت كله فن، عيلة فنية، أخويا خريج كونسرفتوار. الموضوع كان في دماغي من الطفولة، بس حبيت إن أنا يعني أعمله بشكل مختلف شوية. لقيت إن الناس دي بصراحة مهدور حقها في مصر جدا، يعني موهوبين جدا، عندهم تالنت قوية جدا، بس عندهم مشكلة دايما في التسويق، ما بيعرفوش يسوقوا نفسهم. يعني كان في شويه كده الفتره دي احتكارات شويه في شركات الانتاج. اشتغلت في شركات كتيره، اشتغلت في التليكومينيكيشن، ريل استيت، اشتغلت خدت خبرات من جهات كتيره قوي، لحد ما اشتغلت في شركه انتاج. كنت البوزيشن والتايتل بتاعي يعني كان بروديوسر. اشتغلت على برامج واشتغلت على اغاني ومسلسلات. الصورة وضحت قوي يعني بصراحة بقى، واكتسبت خبرة كبيرة جدا. جيت هنا بقى بدأت بقى الفكرة خلاص بقى استوت زي ما بيقولوا يعني. قلت يلا اخويا، قعدت انا وهو قلت له احنا نعمل حاجة مختلفة شوية عن بقية الشركات، زي ان احنا الناس بيسجل في حتة الشخص وبيروح يتصور في حتة وبيماركت لنفسه في حتة، طب ما تيجي نعمل كومباني فيها كل الكلام ده، ونبقى وفرنا كده للكلاينت فلوس ووقت وكواليتي، تمام. فمن هنا بقى قعدت ادرس بقى السوق شوية، قعدت اذاكر شوية، لحد ما ابتديت بان انا ستارت الشركة هنا كوكو برودكشن. عملنا الحمد لله استوديو صوت محترم جدا، الحمد لله رب، كواليتي عالي. عملنا ديبارتمنت للتصوير، عملنا ديبارتمنت للسوشيال ميديا، وكل ده بيخدم على بعض يعني. الله المستعان. يعني رؤيتي في ان انا يعني عايز اي حد عنده موهبه قويه جدا يبقى الموضوع بالنسبه له سهل ان هو يتشاف ويتشاف بصوره كويسه. سهل تبقى جامد بس صعب تبقى زاي، صاحبي عضمي ناشف بس عضمك انت ناي، صاحبي اللعبه بدات مش هقول لك دورك جاي، صاحب اخوك تقيل على الارض بس انت يا دولاي. فحبيت ان انا لا تعالى نعمل الكلام ده بس بشكل منسق شويه وبشكل مرتب شويه وفي نفس الوقت يبقى فيه كواليتي. يعني انا بهتم جدا بالكواليتي، يعني انا الكلاينت لما بيجي لي مثلا يقول لي كده خلاص الموزع خلص التراك وبتاعه كده، فاقول له لا لازم مهندس صوت يشتغل على التراك. في ناس كتير قوي ما تعرفش يعني ايه مهندس صوت اصلا، ويعني ايه ميكس ويعني ايه ماستر، وبيبقوا عايزين يغنوا وعايزين يسجلوا وعايزين يلا يا باشا خلاص، الله دي جميله ده انا سمعتها في العربيه. لا يا باشا الموضوع مش كده، الموضوع في مراحل في الاوديو، ولو حابب تعمل فيديو فبرضه في مراحل في الفيديو. فاحنا هنا في الشركة بنقدم الحمد لله عندنا كرو متخصص فيديو، كرو متخصص اوديو، الحمد لله يا رب ناس شباب محترفة جدا وشطار جدا جدا، وعندي يعني ثقة كبيرة جدا في ان احنا الحمد لله بنطلع شغل محترم جدا وكواليتي عالية جدا. في كوكو برودكشن بنقدم كل السيرفيس اللي كل المبدعين بيحتاجوها، من اول مساعده في كتابه الكلمات للتسجيل للتوزيع للميكس للماستر لحد السوشيال ميديا، وده كان ديبارتمنت انا ركزت فيه جدا لان هو دلوقتي هو اهم حاجه يعني السوشيال ميديا يعني. فبنقدر نوفر كل السيرفيس دي لاي مبدع، اي حد عنده تالنت حابب ان هو الناس كلها تشوفها. اخر عاملين 3 تراكات لشاب شاطر جدا اسمه مازن جمال، والتلات تراكات مختلفين عن بعض، يعني عاملين حاجة راب وحاجة تراب وحاجة يعني شبه المهرجان بس بطريقة مختلفة وشيك شوية. الحمد لله شغالين على أنواع كتيرة من المزيكا،
شغالين على الراب والتراب والمقسوم، والمقسوم اللي مدي على المهرجان كده بس بشكل شيك، والتراب والستايل وكل انواع المزيكا الحمد لله يعني. ومعانا مطربه اسمها كارما، برضو كارما شغالين لها في تراك دويتو وتراك تاني سينجل لوحدها يعني. ومعانا مطرب برضو اسمه كريم مصطفى، ومعانا مطرب برضو شاطر قوي اسمه منير، رابر برضو هو. الناس دي ما شاء الله يعني، الناس دي هي اللي بتكتب لنفسها، وهم اللي بيفلو الكلام بطرق مختلفة جدا. كل الناس اللي انا بقول عليها دي، الناس دي يعني الناس عارفينها على فكرة، بس ما عندهمش الفرصة ان هم ينتشروا بقدر كبير، لان السيرفيس كان ناقصه، وده اللي احنا هنا في شركتنا كوكو برودكشن بنقدمه. طبعا يعني عندي بروديوسر الاوديو الموزع ما شاء الله عليه مهيب صليت، ده يعني راجل يعني انا بحبه جدا وبحترمه، وهو من الناس الملتزمه جدا معايا، ورؤيته في المزيكا يعني بتعجبني جدا بصراحه يعني. معايا فريق من المخرجين برضو ناس ما شاء الله عليها يعني، وعاملين شغل في السوق يعني، محمد علي ومعتز محمود، ودولت يعني الناس دي بتستلم من بعض يعني. استنى كده الاوديو، بنخش على الفيديو، بعد كده بنخش على الديبارتمنت الديجيتال ماركتنج، حاجه بتسلم حاجه بتسلم حاجه لحد ما نعرضها للناس باحلى كواليتي، والحاجة بنعيد عليها مرة واثنين وثلاثة علشان خاطر مجهود الناس، ما ينفعش ان هو يروح يعني هباء يعني زي ما بيقولوا يعني. وان شاء الله استنوا اخر اعمال كوكو برودكشن، استنونا قريب. جود لك. من غير هزار من غير مجاملة، اخوك زيني جاي يركب يومين عسينا كيد هيزهق اخوك.